بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل الفيديو الأولاني اللي اتكلمنا وصلنا فيه على السيتنج الخاصة بالسيارة. بس قبل ما أوصل للسيتنج، بس كان في ملحوظة عندي إن كل عمود من الأعمدة دي أقدر أرتبها بمجرد ضغطة واحدة، وان كليك على العمود بيرتب لي السيارات الخاصة بي. فالعمود الخاص بالسرعة أما أنا ضغطت عليه كليك جاب لي السيارات المتحركة ورتبهم لي من أعلى سرعة لأقل سرعة زي ما احنا شايفين. العمود الخاص بالمحرك أما بضغط عليه كليك بيجيب لي السيارات، بيصنف لي السيارات اللي واقفة والمحرك شغال، اللي واقفة والمحرك طافي، السيارات المتحركة والمحرك شغال. العمود الأخير اللي هو دوت الشبكة، لو عندي سيارات الإشارة بتاعتها زي ما قلنا فيها مشكلة أو جهاز التتبع لا يحدث، أضغط عليه هنا فبيصنف لي السيارات من أقل تحديث لأعلى تحديث. يعني أنا عندي السيارة ديت منذ 5 ثواني، التحديث ليها منذ 7 ثواني، لو ضغطت عليه تاني هيجيب لي آخر سيارة التحديث بتاعها من كام، أضغط أقف عليه منذ 2 ساعة، وديت السيارة ديت منذ 16 دقيقة. يبقى للتصنيف ما بين التحديثات بضغط على عمود الإشارة، للتصنيف ما بين الحركة والمحرك شغال أو لا بضغط على العمود من فوق، والسرعات بضغط عليها من هنا. هكمل بقى الفيديو بتاعنا الفكرة اللي احنا وقفنا عليها اللي هي السيتنج. السيتنج لكل سيارة بتتكون من 4 عناصر. أول عنصر عندي السجل اللي هو سجل الحركة للسيارة، وتاني عنصر اللي هو التتبع اللي أنا لو عايز أتتبع السيارة بس حي مباشر للسيارة وهي متحركة. تحرير اللي أنا لو عايز أعدل في إعدادات السيارة من اسم أو أيكون، من إضافة خدمات ليها، من إضافة سائقين، كل الإعدادات الخاصة بالسيارة أقدر أعملها من التحرير والأوامر اللي هي إرسال أمر وإيقاف السيارة. يبقى دول 4 عناصر اللي موجودين عندي في السيتنج الخاصة بالسيارة. أول عنصر هنتكلم عليه اللي هو عنصر عرض السجل. السجل دوت ايه؟ السجل اللي انا دلوقتي عند السيارة اتحركت في مكان وعايز اعرف المكان اللي اتحركت فيه، المكان دوت اتحركت فيه امتى امس، عايز اشوف السيارة بتاعتي اللي هي 3600 اتحركت فين امس. هضغط هنا اختار هنا عرض السجل وامس، دي اول طريقة ليا. واضغط كليك، مجرد ما انا اضغط كليك هنا هيوديني على طول للتاب الخاصة بالسجل عندي اللي هنا. كمان هو بيقول لي هنا، بيقول لي السيارة بتاعتك، بيرسم لي المسار اللي اتحركت فيه وبيرسمه لي باللون الأحمر زي ما احنا شايفين كويس. بيقول لي امبارح السيارة اللي هي 3600 بيقول لي اتحركت المسار بتاع طول الحركة بتاعتها اتحركت 166 كيلو طول اليوم. يبقى إجمالي حركة السيارة طول اليوم اللي هو أمس 166 كيلو، وأعلى سرعة كان ماشي بيها كان 101، متوسط السرعة كان 26. يبقى جايب لي أعلى سرعة ومتوسط السرعة. طب المحرك نفسه بقى اشتغل كام ساعة؟ أمس اشتغل 5 ساعات و19 دقيقة. ال5 ساعات دول كانوا بينقسموا إلى حاجتين، ساعات حركة وساعات وهو واقف شغال. الساعات الحركة اللي اتحرك فيها من ال5 ساعات اتحسبهم سيستم 4 ساعات و13 دقيقة. احنا عندنا السيستم دقيق، ما بيقولكش المحرك اشتغل بس كام ساعة، لا بيقولك الساعات ديت كان شغال قد ايه وهو متحرك، وهو واقف اشتغل قد ايه. وهو واقف ركود المحرك اهي 1 ساعة و6 دقايق اللي هي اسمها ركود المحرك عندي. ال1 ساعة وال4 ساعات دول يبقى هما ال5 ساعات اللي المحرك اشتغلهم. ركود المحرك ديت اشتغل وهو واقف، هل معناها ان هو كان واقف في مكان واحد؟ لا، معناها ان هو كل ما بيقف في مكان او اشارة وقف 5 دقايق والمحرك شغال، السيستم بيحسبهم 5 دقايق في المكان الفلاني و5 دقايق في مكان تاني، بيحسب كله، بيجمع الركود المحرك كله مع بعضه في امس قال لك اجمالي 1 ساعة و6 دقايق. طب احنا عايزين نعرف الاماكن اللي شغل فيها المحرك اكتر من 20 دقيقة وهو واقف، دي هنعرفها بطريقة تانية. لكن ركود المحرك هنا هي اجمالي عدد الساعات او اجمالي الدقايق اللي وقفها طول اليوم، مش في مكان واحد، في اماكن متعددة. جميل كده. مدة التوقف، مدة التوقف 18 ساعة. احنا ليه مدة التوقف 18 ساعة؟ لان اليوم عندنا عبارة عن
24 ساعة. ال24 ساعة دول المحرك اشتغل 5 ساعات وتسعتاشر دقيقة، ووقف السيارة وقفت 18 ساعة و40 دقيقة. لو جمعنا حضرتك ال18 ساعة وال5 ساعات مع ال19 دقيقة وال40 دقيقة، اللي هي يعتبر ال24 ساعة بتوعنا بالظبط. جميل، احنا كده عرفنا كده المعلومات، اللي انا مجرد ان انا قلت له هنا وقفت على السيارة وقلت له عرض السجل بتاعها، جاب لي المعلومات الجميلة دي كلها في السجل الخاص بي. طبعا هكمل السجل اللي عندي واشرح اكمل فيه في السجل، ان هو دلوقتي بيقول لي انا مش، العميل بيقول لي لا انا مش عايز الامس ولا اليوم، انا عايز، المدير سألني وقال لي انا عايز تقرير السيارة اللي هي 3600 من يوم 3 الى الساعة 12 ظهرا الى يوم 4 الساعة 5 مساء. هكتب هنا 5 مساء يعني 17:00، يبقى انا هنا اقدر في السيستم اتحكم في عدد الساعات واتحكم كمان في عدد الدقائق، واحدد التاريخ زي ما احنا شفنا كده من يوم 3 او من يوم 1. الموضوع فليكسبل ومرن معانا في السيستم، ان انت تحدد الوقت زي ما كما تحب. كمان اقدر، العميل المدير كان بيسألني بيقول انا عايز كمان اعرف وهو اثناء الحركة ديت وقف في انهي اماكن اكتر من 20 دقيقة. يبقى انا بعد ما حددت الديت عندي اللي انا قلت له من يوم 3 ليوم 4، بقول له كمان انا عايز اشوف التوقفات بتاعتك اللي وقفتها اكتر من 20 دقيقة. اخترت هنا 20 دقيقة وهروح مختار هنا التوقفات، وهقول له هنا عرض. السيستم عمل ديسبلاي للانفورميشن ليا وقال لي كل البي ديت هي الاماكن اللي وقفت فيها السيارة بالتاريخ اللي انت محدده من يوم 3 ليوم 4 لاكتر من 20 دقيقة. وبالتالي لو ضغطت هنا على البي ديت بيديني الانفورميشن، بيقول لي المكان دوت الادرس بتاعه العنوان الملك سعود، بيقول لي وقف فيه ساعة و7 دقايق، السائق وقف هنا. طب من امتى لامتى؟ بيقول لي من الساعة 8:26 صباحا الى 9:33 صباحا، وجايب لي ايه الادرس بتاعه. طب انا دلوقتي انا عايز اعرف من السيستم هنا، انا جبت المعلومة خلاص ليا، وعايز اعرف خط السير بتاعه ابتدى منين المكان وانتهى منين، يعني نقطة البداية الخاصة بيه ونقطة النهاية. احنا هنا بنسهل لك الموضوع، نقطة البداية بتاعته مين، عن طريق مراجعة المسار. مجرد حضرتك ما بتختار مراجعة المسار دي بتضغط عليها، بيجيب لك اول هنا ده اول لوكيشن كان واقف فيه في اليوم 3 اللي انا محدد من الساعة 12 صباح 12 ظهرا، بضغط عليه كده بيقول لي الساعة 12 ظهرا كان واقف في المكان ده اللي هو ياسين الخطاب، دي البداية بتاعته. بعد كده وقف باركينج قد ايه، وقف هنا ساعة و23 دقيقة، ساعة و23 دقيقة واقف في المكان ده. بعد كده اتحرك 25 دقيقة، اهي السيستم حتى من الدقة بتاعته بيرسم لي المسار ال25 دقيقة اللي اتحركوا زي ما احنا شايفين. بعد كده وقف في مكان تاني دوت اللي هو الباركينج ده، اللي هو وقف فيه كمان ايه 1 ساعة و6 دقايق في المكان ده. بعد كده اتحرك 22 دقيقة، ويرسم للسيستم زي ما احنا شايفين بالخط الازرق المسار اللي مشيته السيارة فيه. يبقى دوت بالنسبة لمراجعة المسار اللي هو السيناريو اللي مشيته السيارة بالظبط. يبقى انا كده انا عرفت منين بداية النقطة ونهاية النقطة، يبقى هو ابتدى من النقطة ديت وانتهى فين يا فندم. برجع هنا بنزل هنا اعرف ان هو انتهى في النقطة دي، يبقى دي كانت نقطة بداية الحركة ونقطة النهاية. طب في ايه كمان في السيستم عندي؟ في اللي انا اقدر اشوف خط رسم بياني ليه وهو متحرك، واشوف كمان الحركة بتاعته على الخريطة كشكل سيميوليشن كده ليها. يعني دلوقتي انا هختار هنا 3 جرافيك بالنسبة لي، هشوفها كرسم جرافيك، واخترت هنا السرعة 3، وهنا قلت له انا عايز اشوف السيارة هي متحركة. بص يا فندم معايا سيستم التتبع عندي، انا هعمل هنا مينيمايز واشوف السيارة دي دلوقتي عندي هنا لسه واقفة، هزود السرعة وهنا دوت
دوت العمود ده خاص بالسرعات، والسيارة هنا عندي متحركة في الزمن اهو. قال لي بقى هنا، بص بقى هنا دلوقتي، هنا السيارة اهي عندي على الخريطة بدأت تتحرك زي ما احنا شايفين اهو، سرعة 13 وسرعة 15 6، السرعة بتتكتب هنا 29 و7 و28، وبتتكتب على الخريطة زي ما احنا شايفين. دوت عبارة عن مراجعة المسار بتاعي ورسم بياني ليها بحركة السائق وهو ماشي، والموضوع سهل جدا يا فندم، اللي انت تعرف سيارتك كانت متحركة فين، وتعرف كمان تشوف الرسم البياني الخاص بيها بسهولة جدا وبأي سرعة وبأي مكان عن طريق الرسم البياني أو مراجعة المسار زي ما احنا شايفين يا فندم. يبقى أنا كده قدرت أعرف التوقفات اللي واقفة فيها السيارة، وعرفت وقدرت أعرف كمان رسم بياني ليها، وقدرت أراجع المسار وأعلى سرعة كان ماشي بيها، واستهلاك الوقود، استهلك وقود قد إيه، 17 لتر و6 من 10. ده كل المعلومات الجميلة ديت في عندي في السجل الخاص بالسيارة، أقدر أحدد التاريخ، أقدر أظهر التوقفات. لو أنا عندي أحداث، إيه الأحداث ديت اللي هي مثلا أنا عندي الإدارة عندي في الشركة طالبة مني إن أنا أشوف الأماكن اللي مشي فيها بسرعة أعلى من 120، فهنا مجرد إن أنا أضغط على الأحداث بيروح عامل لي هنا بيقول لي الحدث اللي حصل في المكان، اللي هو هيكتب لي هنا كلمة ايفنت، هنا الايفنت اللي احنا شايفينها دي، الايفنت ده مجرد اما انا اضغط عليه بيقول لي هنا الحدث اللي حصل ايه، توقف اكثر من 10 دقائق. يبقى انا هنا الادارة عندي طالبة مني ان هو لو وقف في مكان اكتر من 10 دقايق يديني المكان اللي وقف فيه، يبقى جاب لي الايفنت هنا تمام. وهنا برضو توقف اكتر من 10 دقائق بس هو الايه المحرك شغال. يبقى انا اقدر من خلال كمان التراكنج اعرف الاماكن اللي وقف فيها بالادرس كمان بكل المعلومات الخاصة بيه السيارة في الاماكن اللي وقفت فيها بالباركنج. الفيديو ده كان بسيط وكان بيتكلم على السجل السيارة، وبيتكلم على اول عنصر ليا في اعدادات السيارة هو السجل. تمام، شكرا لكم.